فرق شباب تم توزيعها فرق راس النورة 8 فرق بيكونوا ما هو برؤساء يعني في بداية المجموعات، وفرق الدمام 8 فرق كذلك، وفرق الجبيل قسمناها مع فرق الخبر 4-4. طيب يعني بيكون بكل مجموعة فريق من راس النورة، فريق من الدمام، فريق من الجبيل أو الخبر. واضح شباب؟ يعطيكم العافية. نبدأ إن شاء الله بسحب القرعة. خلاص. أول فريق شباب المجموعة الأولى. وين هو؟ الراقي. المجموعة الأولى 1. الراقي. المجموعة الثانية 1. إلا في ثلاثة. من هو؟ الأخوة. المجموعة الثانية رقم 1. ها؟ آخر مجموعة؟ طيب. من هو؟ المداري. المجموعة الثالثة رقم 1. الثالثة. من هو؟ برشلونة. برشلونة المجموعة الرابعة. برشلونة. ها؟ محترفين من اسبانيا. الاتحاد. الاتحاد المجموعة الخامسة. الوادي. الأولمبي. المجموعة السادسة. المجموعة السادسة. رد على محمد اخوي. الوادي المجموعه السابعه. هلو خاص من بقى. هلا باقي النجوم. المجموعه الثامنه. النجوم. الان فرق الدمام شباب. لا شو يا اخوي، لا خلاص لا. الميدان المجموعة الأولى. الزعيم المجموعة الثانية. ايش فيه؟ الدمام. زعيم الدمام وهذاك معلمين الزعيم. التعاون. اوه ان شاء الله. الوادي. شوف رمضان. فارس العالمي. المجموعة الرابعة. هذا هو جاوب سكر من شاف. هذا عالمي اثنين ها؟ ثاني. يقول عفوا. مع برشلونة. رابطة ريال مدريد. رابطة ريال مدريد. ايه. رابطة ريال مدريد مع الاتحاد. لا. الاتحاد. ايه. بوما. مع الاولمبي. المجموعة السادسة. اليوفي مع الوادي. من بقى؟ آخر واحد. الريان. الريان. فرق الجبيل والخبر الحين.
مع المثالي والتعاون. الاهلي الاهلي لا لا ويك ويك اوفسايد اوفسايد شعللت الأضواء الأضواء واضحة الأضواء منين ما أدري النعيرية مدرسة هيا الملكية هيا الملكية ها زعيم الجبال الخليج الخليج اخر واحد من بقى متعودين مع بعض وخزامه وخزامه عبد الله الوادي ولا فيه الوادي واضحه واضحه نعيد شباب قرايه المجموعات شباب المجموعه الاولى الراقي الميدان الاهلي المجموعه الثانيه الاخوه الزعيم طوير المجموعه الثالثه المثالي التعاون اوف سايد المجموعه الرابعه برشلونه الفارس العالمي الاضواء المجموعه الخامسه الاتحاد رابطة ريال مدريد مدرسة الهيئة الملكية المجموعة السادسة الأولمبي بوما زعيم الجبيل المجموعة السابعة الوادي اليوفي الخليج المجموعة الثامنة النجوم الريان الخزامة يعطيكم ألف عافية شباب الجوائز البطولة الشباب المركز الأول اللي ما هو عنده خلفية شباب المركز الأول 8000 المركز الثاني 4000 ما في ثالث افضل لاعب الهداف الحارس كل واحد كاس والف ريال في الفريق المثالي الفريق المثالي هو الفريق المثالي اشتراك شباب مجانا البطوله القادمه ان شاء الله في افضل اداري القائد المثالي في الفريق في ميزات شباب نطلعكم عليها في الجروب ان شاء الله